ما شاء الله مورينيو له في كل حاجه ما شاء الله. بعد تحليل الديربي بتاع الاهلي والزمالك امبارح ما شاء الله عليه. حسيته ميال لمين كان اكثر يا كابتن؟ هو اه حسيته ميال للاهلي. الفانيله الحمراء اه الفريق الحمراء لها سحرها يا عم طارق. مش عارف انت زملكاوي ليه. طيب جوزيه مورينيو متحدثا لوفاص وقار عن الفورميلا وعن العديد من الفعاليات التي تقام هناك في المملكه العربيه السعوديه وتحديدا هذه الفعاليه المهمه والكبيره ايضا سباقات الفورميلا 1 والتي تنقلها لكم قنوات بي ان سبورتس بشكل حصري اعتبارا من الساعه 7 مساء اليوم. ستشاهدون مشاهدينا الاعزاء الاستوديو الخاص بهذه السباقات. لعلنا نفتح ملف المواجهات الثلاث. ليك في الفورمولا ولا ايه؟ انا انا ليا في اي حاجه يا كابتن ناجحه. اي شيء ينجح يا كابتن واي شيء يعني يستقطب ويصير بشكل ممتاز بالتاكيد. لكن انا سواق سيء على فكره. لا والله لست سواقا ماهرا. ياسر كابتن ياسر بقول لك البي ان حرمتني من هذه السباقات. ياسر ياسر منذ الطفوله يتابعها اصلا. لا والله انا عارف ياسر من زمان. انا لاعب سابق. سائق سابق سباقات. انا بحب سباقات الفورمولا. انتوا يا كابتن انتوا مع ان ليها شعبيه كبيره قوي في الشرق الاوسط. صحيح صحيح. المباراه بالنسبه له لا يلعب بدون اي ضغوط هو يعني وتعثر في الركله. رجعت يا سلنك يا سلنك اصلا حتى لو تسجلت هذه ملغي لان ضربت يمين وشمال وكان غير محظوظ صراحه في مع انه ياسر لابس 6 ستارز. صح هو بقول لك ستارزات الحديد دي دي لحنجلة ولا منجلة. متروفيتش العام سجل هدف بلنتي نفس كده والغى الحق. اي انت كابتن ابو تريكه ولا مره تزحلقت كده في البلنتي اتكلم بلنتي صح؟ لا الحمد لله. لا اي لانك انت تلعب للاهلي وليلعب لا لا لا. للاهلي للاهلي يا كابتن. لا لا. تكون الجزم بتاعته الله يكرم السامع كابتن جزم خاصه. التكنيك وانت رايح لضربه الجزاء ما تبقاش لازم تبقى سريع. ايوه لان وانت سريع ما عندكش كنترول على جسدك. طيب فلازم وانت رايح تكون بطيء عشان تعرف تتحرك وتسيطر على جسدك. شطها شمال شطها يمين وبعض الاحوال تاخد بالاسباب وممكن في بعض اللحظات ارضيه الملعب تبقى وحشه في مطر تتزحلق. في البوندسليغا انتفاضه كبيره ومهمه ايضا لبايرن ميونخ 6-1 على ماينز ومهمه لبايرن ميونخ اذا ما اراد ان يعود مره ثانيه لسكه الانتصارات على الاقل واللحاق بالمتصدر. التمريرات الحلوه دي يا اكيد جنابري يا ابن اللعيبه جنابري التكنيك الحلو ده. كره ملعوبه له وراح عاملها كده كلها اهداف حلوه ملعوبه. ونفس بايرن ميونخ اتفتحت بعد الفوز على لاتسيو في دوري الابطال مع ان الدوري صعب ان هو خد السابع يا كابتن. السابع خد السابع هاري كين يا كابتن. هاري كين هاتريك الان مش عارف وصل كام دلوقتي في هرب من هالاند في الدوري الانجليزي اوف سايد. الفار لا لا هيحسبه هيحسبه يا كابتن. احسب انت جبت مملينا غلط يا طارق ولا لا 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 هدف هدف يا كابتن. لا ما في اوف سايد يا كابتن. واقف للسقطه واللقطه هاري كين بس ايه لا هنا فاول يمكن المدافع اتحسب هات لنا ثلاث اهداف كذا هاتريك وصلها هدفين او تقريبا او ممتاز. فيما يتعلق بما حدث في المباريات الثلاث لعلنا ناخذ اولا كريستال بالاس هدف ملعوب مميز جدا من هذا اللاعب الذي جعل فريقه متقدما واحد مقابل لا شيء. هو استغل خطا ليتون خط دفاع ليوتن طبعا بيخطئ كتير في اول 45 دقيقه والمسلسل المباريات اللي بيخطئ كتير طبعا بيدفع كاش. دلوقتي في عمليه التمرير مونييز اسرع وكويس ان هو استنى ماتيتا اللي راح على الاولى وحطها بمهاره كبيره قوي بكعبه بيفكرنا بالكابتن رابح ماجر. هدفه شبيه بالنسبه له مهاره كبيره بالنسبه ليه وحطها في زاويه صعبه بالنسبه للمباراه. وكريستال بالاس افضل يا طارق لانه عنده محطات اساسيه بيشتغل عليها. بيشتغل على ايو كويس بيشتغل على ايزي تحت ماتيتا المهاجم ومنيز ناحيه اليمين فاعتقد ان ده تقدم مستحق وأداء صحيح كبير بالنسبه لكريستال بالاس. ترى اعتقد ياسر ايضا سجل من نفس هذا النوع من الاهداف في فتره سابقه يا كابتن لا ياسر؟ اي سجلت صح؟ اي صح على الشباب؟ والله ما اتذكر بالضبط بس الا صحيح. نعم. هو هدفه ما شاء الله عليها في مهاره كبيره. لا بس على فكره اللي بالكعب شاهد دز فيها كيف. لا بس هذا النوع من الاهداف كيف لمهاجم لديه قدره ايضا بانه يجي ياتي بشكل سريع ومن ثم يضعها بالكعب. انا وجهه نظري هي مهاره طبعا ولكن حتى المدافع كان سبب سمح كان المدافع يقدر يتعامل معها بشكل افضل يعني. لكن متيتا لعبها بالطريقه الوحيده اللي ممكن يسجل فيها
بالشكل هذا، لانه الزاويه الاولى كانت يعني مسكره يعني عليه، وصعب انه يسجل فيها الهدف. لكن يحسب لمونيز اللي هو المتابعه والتجاوز الحارس، ولما رفع راسه علشان يشوف اللاعب وين، صراحه هدف اكثر من رائع. يعني انا بديت اتذكر انه كاني اتذكر بانه طارق التايب هو اللي مرر لك، يبدو لي نفس الشكل والله، نفس الطريقه. مسي بالخير كابتن طارق، يعني مرر لي كثير صراحه. التكنيك بتاع الهدف حلو طارق جدا يا كابتن، تعرف لو الكاميرات شغاله كان الكابتن ياسر طلع على الشاشه وشرحها لنا. اه والله، لانه تكنيك حلو. التكنيك نفسه وهو رايح، بص حركه رجليه، المساحه اللي ما بين رجليه الشمال واليمين عشان يحولها للبعيده صح. فدي أيوة. صعبه مع ان المدافع معاه الفكره. طبعا يشكر على اللوحه الفنيه اللي بيعملها لنا، خط الدفاع طبعا بعيد عن مرمى ب 45 متر، وطبعا دلوقتي بيلعب مع كريستال بالاس. كانت سهله صح؟ ايه يا عم بتعمل ايه؟ المهم مونيز اسرع. هنا بقى طارق بص، استنى مونيز، استنى عليه، وده شوف لحظه رجلي الشمال واليمين، المسافه اللي ما بينهم. ايوه، والحنجله دي الجنب اللي عملها بالجنب وحطها في الزاويه البعيده بكعبه، مهاره الحنجلة كبيره. اسمها حنجله. الحنجله انتوا تفهموني الحنجله، نص حنجله دي، النص الحنجله دي عشان يعمل ايوه يغير وضع جسمه ايوه ويحط بالكعب ايوه. بس على فكره الكاميرات كلها شغاله يا كابتن، ما تفضحناش يا كابتن، لكن هي تحتاج سيت اب. لا هو تحتاج تعيين السيت اب فقط، والكاميرات كلها شغاله الحمد لله. يا عم مرزوق انا حبيبي وكل حاجه، بس هنا بيبقى في كاميرا عشان نستخدم الشاشه يعني. طيب بكره نستخدمها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. الاهلي المصري امس كسب الزمالك في السعودي الهلال، الهلال السعودي نعم. واحد كسب امس، وهي عاده يبدو للاهلي المصري والهلال الذي يحطم ايضا الارقام القياسيه في عدد الانتصارات المتتاليه، ايضا واحده من الارقام القياسيه المهله ايضا، هي ربما ليست بغريبه على الهلال. ولكن ليش تتهم الانديه هذه دائما بانها يعني تحابه من التحكيم وتحابه ايضا من الدعم ومن اجل يعني تحقيق ارقام وتحقيق بطولاتها؟ يقول لك الشجره المثمره ايه؟ الشجره المثمره بتعمل دايما بتبدأ ايه؟ ترمى بالحجر. ترمى بالحجر، فده نصيب الكبار، هو دايما البطولات من نصيب الكبار. يعني المبروك للاهلي وجماهيره، وهارد لك نادي الزمالك عمل مباراه كبيره، فالطبيعي ان يبقى في دايما بطولات ودايما الناس تنتقد الكبار في ساعه الازمات وايضا في ساعه الانتصارات، انما التاريخ سوف يذكر الالقاب ايوه والبطولات بس. بنسبه كم في الميه كلام الناس صحيح؟ كلام مين؟ الناس صحيح. احنا ما يهمناش كلام الناس، الاهلي دايما عينه على المنصات التتويج ايوه بس، والناس هي اللي بتتكلم عنك، وده مش عيب في الاخرين. الاهلي دايما بيبقى مؤسسه، بيبقى نموذج زيه زي الهلال، نادي مؤسسي. نادي مؤسسه مش نادي افراد، نادي المؤسسات هي اللي بتحركه. يروح ويجي الافراد، انما المؤسسه باقيه طيب. ولها نظامها وتخطيطها ورؤيتها. ياسر ما ازيد على كلام الكابتن، كلامه صحيح. بعدين اهل الكلام يعني كثير يعني، وهذا اللي جعل الفرق يعني مثل الاهلي المصري والهلال وغيرهم يعني من الانديه الكبار، انه الاستمراريه في الاولويه والتقدم وتحقيق الانجازات والبطولات، انهم يتركون الكلام للغير ويكتفون مجرد بالفعل يعني. ممتاز.